السلام عليكم اخوان، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم، امور هانيه اخوان. اليوم بغيت نبارطاجي معكم واحد المشكل كان عندي. انا مشيت خديت هاد القفل هذا، خديته من لاكاس، على ود انه ما كيديكلاريش ليا في الطابلو بانه الكوفر محلول، والكلاكسون ما كي داك البيب ملي كنسورت ما كيديرش البيب، صافو دير انه راه شي سويتش ديال شي باب ما خداماش ولا. دونك لقيت المشكل في هذا ديال الكوفر، جبت واحد اخر تيستيتو، انا كتشوفو هنايا مازال راكب عندي هنايا الاخر، درت التيست ديالي لقيت انه كلشي داكشي مزيان. المشكل من لقيتو الاخوان في هذا الخيط، هذا مقطع من هنايا. دونك واخا دابا بحال الكوفر ما كيديكلاراش عندي في الطابلو، مديكلاري غير الشيفور، الكوفر ما مديكلاريش. دونك المشكل لقيتو من هذا اللي قلت لكم، من هذا الخويط هذا غنحاول نريباري. هنا الاخوان صافي حلينا المشكل ديالنا. هذا راه الاخوان ربعة المرات كيكونوا الاغلبيه الدراري عندهم هاد الليس مقطعين، يحاولوا يغطوهم شي حاجه ولا يديروا سكوش هنا باش ما يدخلش منه، حتى راه دخل الماء هنا غادي يصدي ليهم هاد البلايصو، ما يبقاش يدوزو الماس. ما الحلان السدان كيقدر يتقطع هاد الخيط، يقدر ما يدوش التسوري، تقدر المهم يدير بزاف ديال المشاكل. دونك هاد الجهه عندي مزيانه، والجهه عندي ناقصه شويه كما كتشوفوا. دونك هنا الاخوان ديك راه عندنا الكوفر باللي راه محلول كما كتشوفوا، حنا غادي نمشي نسدوه. دينا الكوفر ديالنا هو يا راه مسدود. دونك داكشي راه عندنا راه مزيان. كان عندنا المشكله من داك الخويط. يعني الاخوان الا كان عندكم شي حاجه في الكوفر، اول حاجه الاخوان تقلبوا هما هاد الخيوط هادو. انا كان وقع لي واحد المشكل في قبل مني الا خديت الطوموبيل، كان الطوموبيل ما كتسورش بالسونتراليزي. اول حاجه الاخوان اللي غادي يفكر فيها هو غادي يفكر الواحد في هذا الميطير هذا، اولا ما جيش الضوء ملي. دونك ملي عبرت هنايا ما كاينش الضوء، اول حاجه قلبت هما الخيوط هنايا، فتحت هذا من هذه البلاصه هذه لقيته مقطع، صافي لقيتو الامور تيسرات. دونك هاد القفل عندنا غادي نحطو ريزيرف، راه خدام مزيان كلشي هو هذاك، ونحطو احتياط على ما نحتاجو ان شاء الله. يلا تبارك الله عليكم الاخوان. بالنسبه للاخوان الحلان ديال هادي، راني ديجا نبارطاجي معكم كيفاش نفتحو هادشي. بالنسبه للكوفر ا ديستونس داكشي المهم كاين، بلا ما نطول عليكم، كاين فيس هنا وفيس هنايا، وغادي تجر عندك شاده بليزاكرا هنايا، راه الجره غادي تحيد. بالنسبه لهنا الاخوان، حنا حاضر عندنا دابا غير السكوتش اللي غادي نديبانيو بها، من بعد ان شاء الله غادي ندير واحد اللعيبه وغندير لها لارشو باش غادي تموت هنا، ما يبقاش عندي غير المشكل هنايا. كما كتشوف هنا الكفر الاخوان راه مسدود، غادي نفتحو. دونك هو ديك راه عندنا هنا، دابا راه مفتوح. بالنسبه للاخوان لهاد القفل هذا، فيه راه ثلاث خيوطه، واحد كيدوز الضو، واحد كيجيب كيشعل لنا هاد البوله هادي، واحد كيصيفط لنا انفورماسيون للطابلو بلي راه القفر راه محلول. يعني راه واخا ماشي تكون عندك هاد البوله شاعله تقول صافي راه القفل عندي مزيان، يعني ممكن يكون واقع عندك نفس البال اللي كان عندي دابا، شاعله البوله وكلشي، ما تقدرش قاعد تتشك في القفل، غتقول لكم كان خاص القفل ما غاديش تشعل البوله ملي نفتح الباب. دونك هنايا الانسان يقلب الخيوطه مزيان، راه كاينين فيه ثلاثه خيوطه، خصهم يكونوا ثلاثه خدامين. كما كتشوفوا هنايا جوج قهويين، واحد فيه الكحل والقهوي، هذا اللي كيدي لنا انفورماسيون الطابلو هو اللي فيه الكحل والقهوي، وهذا كيشعل الضوء الاخر كيجيب سميتو، كيشعل الضوء ديال هاد سميتو ديال الكوفر. يعني واخا يكون شاعل عندك الضوء ما تقولش راه قفل مزيان، يقدر يكون شي خيط مقطع ديال اللي كيجيب لنا انفورماسيون من الطابلو للقفل. القفل ديالنا الاخوان راه هو هذا الشكل ديالو،
كما كتشوفوا هذا راه خدام مزيان. واللي بغى يدير ليه التيز ديالو فوق يعني فوق الطبله قبل ما ياخذو من لافار يتاكد بان راه خدام مزيان. غتجيبوا الاخوان الملتيمتر ديالكم غديروا على الكونتينويتي ديالها، خيط غادي ديروا في قهوي وخيط غادي ديروا هنا. سمع الصونيط ديال هنا. دونك انا غادي نسد هنايا هذا القفل، سمحوا لي يدي غير وحده، ما كان الا سديت القفل وحطيت الخيط هنايا ما غاديش يصون كما كتشوفوا راه ما صوناش. اين فوا نفتح هذا، غادي غير نفتحو بحال هكا غادي يصون. دونك السويتشه خدامه، فهمتي، السويتشه ديال القفل خدامه، نفس العمليه مع الخيط الاخر حتى هويا. انا مصورتو دونك هنايا راه ما مديكلاري والو. اين فوا غادي نحلو يخدم لينا الصونيط هنايا بحال هكا. الاخوان كنديروا التيز ديال هذا القفل هذا، نجربوا يعني في لافير نعرفوا واش خدام مزيان ولا لا، واش خدامه فيه السويتشه ولا لا. يعني خيط واحد اللي غادي يدوز وهادو بجوج كي خدامين عندهم علاقه بالسويتش. راه غادي نسد القفل هنايا ما يبقاش هذا يدوز لينا الماس، وهذا حتى هو ما يدوزش الماس. صافي نفتح غيجي عندنا الصونيط. يلا الاخوان تبارك الله عليكم.